متشهره ده مش سحور. والاكل يطلع زي النار، مش عايزه حاجه بارده على السفره، والشوربه تطلع بتغلي عشان اخواتي ما بيحبوهاش برد. بس تسلم ايديكي يا هانم، انا بصراحه دقت الاكل وانا بغرفه لقيته زي العسل. ان شاء الله تسلمي. اللي نفسه في حاجه يقول لي عليها انا لهلوبه، بس كبره حكم العين قصفت الحجر. الله اكبر الله اكبر. الله، ايه الريحه الحلوه دي؟ تصدقي انا اول مره اشم ريحه حلوه كده في البيت ده. ولسه لما تدوق ده انا نفسي عسل. لا ما هو باين. طب يلا يا اخويا روح كل بره لحسن الاكل يبرد ويبقى سائع يا مستر سيف. ما بلاش مستر سيف دي، على فكره لو قلتيها تاني انا هزعل. يا اختي يا اختي مالك بتتمحن عليا قوي كده ليه؟ بات ايه؟ الا بالحق يا سيف بلا مستر، لو طلعت طلعه تانيه زي اللي طلعتها امبارح انت واخويا مش هيحصل. طيب اولكش هقول لعراستك. طب ليه كده؟ طيب وهو يا حمدي لما فتلك على مشوار امبارح ما قالكيش انا قلت ايه بخصوصك؟ اللهم طويلك يا روح. يا اخويا بتتنحنح عليا كده ليه؟ ما تروح تتنحنح على عروستك بره وسيب خصوصي في حاله. انا قلت له ان انا هبقى في فرقتك انت مش فرقه عروستي واهلها. وبعدين ما تستهونيش بيا، انا اعرف عن البيزنس بتاع حكيمه اكتر من اللي اهله نفسهم يعرفوا، اكتر من حكيمه نفسه. يا اختي وانا اقدر استهون بيك؟ عليا النعمه ما اقدر استهون بيك ابدا، بس وحياه النبي ما تستهون بيا انا كمان. اصل حبيبي جوزي قال لي انك انت راجل ابن اكابر واصول، مش عارفه يا اخويا هم ربوك ازاي، لكن انا بقى عن نفسي مره واطيه بيئه، وانت مالكش في شغل الحواري دول. ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. وهقولها لك تاني يا اخويا يمكن تكون نسيت ولا حاجة، سنين اهلك الاكابر دول مش فايدة، لو هوبت ناحية خصوصي او خصوص اخواتي انا كفاءة اسلخك وحمرك واقطعك زي العرق ده. تكتهي في تقل دمك. بتقول لها ايه يا حبيبي؟ بيبي وحشتيني، كنت برملها الطعم. ما انا لو مش فاهمك يعني وانت مرسيني على الخطه كان من منظرك كده وانت لازق فيها قلت انك بتعكسها ولا حاجه. مش اخوها طلع بيمثل؟ ما تروح تقول له ان انت كمان بتحب التمثيل وهيحبك على طول. فوت يا حبيبي محدش يقدر يمثل زيك. اتفضلوا الاكل هيبرد. انا هموت من الجوع، يلا بينا. لا انا مش عايز اكل يا حمزه. بقول لك ايه، انت لو ما اكلتيش انا مش هاكل، اهون عليك اموت. قاعدين ليه يا صناديلي؟ ما تقوموا تاكلوا، ولا فاهم ان خدامين ابوك هيجيبوا لك الاكل لحد عندك؟ يا اختي قومي غرفي انت وجوزك. الله، ولاد الاكابر اللي جوه ياكلوا مال النبي. والله ما له لزوم، هو احنا غرب. والنبي ما تزعل مني عشان قلت كده على الجماعه. هم فعلا كده يا بيبي. يا سيف قوم يا حكيم. ايه اللي في ايدك ده؟ ده درينك. الدرينك النهارده من البانش بتاع ناديه، انا مانع الكحول. مانع كحول يعني ايه ان شاء الله؟ من امتى؟ دول نسايب اول مره يزورونا، وناس ما بيشربوش خمره، يشوفوا خمر هنا يقولوا ايه بنتهم عايشه في خماره؟ لا والله. عليا النعمه ما بنشربها، وعلى فكره وحشه قوي عشان جوزي. سيب الكاس ده هنا وروح هات لي من البانش. أوامرك يا حكيم. مالك؟ محدش يتكلم معايا دلوقتي عشان أنا بغلي. ايه
أكل ظهر في حياتنا في وقت أنا يمكن كنت محتاج له فيه أكتر من أمي. إزاي؟ هقولك، لما والدي الله يرحمه توفى كنت أنا عندي 9 سنين، ومن يومها وما كانش فيه أي راجل في حياة ماما غيري. عشيت لي عمرها كله، وكل ما كنت بكبر كان إحساسي بمسؤولية إن أنا أرد لها الجميل بتزيد. يعني ما كنتش بحب أسهر مع أصحابي كتير عشان ما أسيبهاش لوحدها، مع إنها عمرها ما طلبت مني ده. وأول ما اتخرجت اتعرضت عليا فرصة سفر كويسة جدا، بس رفضتها، مستحيل هسيبها لحد ما الولاد عرفوا بعض. بس يا ستي، وفجأة علاقتي بأمي اللي كانت هتبقى مليانة أنانية بقت علاقة صحية جدا، لأنها لقيت حد تاني تهتم بيه وتديله جزء من حبها، وأنا باخد الجزء التاني وراضي جدا. فعلا ده صحي أكتر. طبعا صحي، يعني حبها كله لي أنا بس كان ممكن يجيب لي تخمة. ولسه كمان لما تدي لك انت وياسين، لانها فعلا بتحبكوا بجد، هيبقى حب صحي اكتر، ومسؤوليته تنفع تتشال. يعني مش هيبقى فيه بقى ذنب وتضحيه وفنيت عمري عليك والجو ده كده، احنا الاثنين اسعد بكتير. اه انا بقى وياسين مختلفين عنك خالص، يعني انت كنت بتشتكي من التخمه، انا واخويا بقى لو ما كناش قابلناكوا يعني كنا هنموت من الجوع. طب احنا مش تاخرنا على الفيلم زي ما ابتدى؟ والله؟ آه. يلا بينا. أحلى حاجة بقى البانش بتاع ناديو. لا مش أحلى من أكل الشوشات. شوشات شوشات شوشات. يا أخي فلقتنا بأميرة قطر الندى بتاعتك دي. يا سلام، أجمل وأحلى وأنعم وأرق ما رأت عينيك. إحنا ما بنشوفهاش كده ولا عمرنا هنشوفها كده. باردو يا مدام. بردورك معاك يا أخو. ما تسلفنا عينك كده، خلينا نشوف اللي أنت شايفه. بس كده أنت هتشوف برضو اللي كلنا شايفينه، انها حتة شرشوحة من الحواري استغلت عجزك وهوسك بالخدمات وركبتك زي السيسي ودلدلت رجليها. لو النبي يا اخويا، وحياة غلاوتي عندك لو النبي. انت هتضربني يا حكيم؟ هتضرب اخوك؟ سيبيه بالنبي، سيبيه سيبيه. ما هو لو عليك اسيبه. الله، انا خايفة على راجل، راجلي وسندي وضهري اللي ما صدقت انه اتصلب بعد ما كان هيتقتل. لا مؤاخذة يا صناديل انت ومراتك، لا مؤاخذة يا اخواتي يا رجالة، لا مؤاخذة يا كابتن، انا بنت حوالي زي اصلك واصل اخواتك، ولا انت ابن بشوات؟ لا برضو ده المستر اللي هناك ده هو اللي ابن بشوات، ده اللي يبيع عرضه علشان خاطر القرش. هو في حاجة يا اختي ولا ايه؟ لا يا اخوي، هيكون في ايه؟ عادي، ده الكابتن فجأة اصله نضح عليه، طلع من الزقاق مش من الحواري اللي جابتنا اللي هي انضف 100 مره من الزقاق اللي هو جاي منه. مش كده يا اخويا ولا انا بفتري؟ لا ما بتفتريش. انا قبل ما اعجز واخرف واعمل امبراطوريه حكيم اللي مفيش كلب له فضل عليا فيها، كنت بشتغل صبي مقص دار مش لاقي اللقمه الحاف. ما كفايه بقى، انت ما بتتهدش خالص؟ انت هتفضل ترخص فينا كده لغايه ما تودينا على فين؟ انت بالذات تسكتي خالص، مين اللي رخص مين؟ ها؟ انت ابشع اب في الدنيا، وانا عايزه اقول لك على حاجه، انا عمري ما حبيتك، انا كنت بعرف اللي قدك واللي اكبر منك عشان الاقي عندهم الحضن اللي ما لقيتوش عندك. خلاص يا نسرين، عيب كده، ما تقوليش كده خالص. بتقولي الكلام اللي انت كنت عايزه تقوليه، ها؟ قولي، عملت ايه انت كمان عشان تعوضي الحضن اللي مش لاقياه عندي؟ ها؟ قولي. اقول؟ متأكد يعني؟ عندك وقت تسمع؟ ما هو صعب اشرح لك قصة حياتي كلياتها من وانا بالحفاضة من يوم ما تركتني يا بابا. ايش بدك احكي لك؟ يفضل ما نحكي لانه مش من مصلحتك الحكي. ولا اقول لك شو رايك تحكي انت؟ انت احكي لي. لا ما تحكي، اعتذر اعتذر اعتذر،
آسف. بتعرف تحكي آسف؟ بتعرف تحكي آسف؟ بص في عيني وقول لي آسف. اعتذر لي يعني. كل ما تشوفني احكي لي آسف. لما بتشوفني الصبح ما تقول لي صباح الخير قول لي آسف. لما تشوفني بالليل رايحة أنا ما تقول لي تصبح على خير قول لي آسف. آسف وبس هي الكلمة الوحيدة اللي بدي أسمعها منك. وإنت عم بتفكر بهاي الكلمة حاول شوي تشتغل على شعور الذنب بعيونك. بلكي بصدقك. بس حتى لو صدقتك على فكرة ما تقوم طرفة في الجو قبل ما حد يتدخل. عايزك بقى تكسب لأنه أنا هم الاثنين. مش عارف إذا رح أقدر أسامحك بعمر عليهم هم الاثنين. شفت ما أبشع الحكي؟ حاضر بعمرك. ما أصل هو دورك مش غريب عليك. لو سمحت يا أمي قولي لي بالظبط أقول إيه لكل واحد فيهم لحسن أقول كلمة برا السيناريو لأنه مفيش أهم من إننا ننفذ السيناريو. وملعون أبو أم مشاعرنا على ملعون أبو أم اللي إحنا حاسين بيه. ما أصل أنا مش بني آدم يا أمي. أنا مش بني آدم. أنا لا بني آدم ولا مقهور ولا متدمر نفسيا. أنت عارفة أنا إيه؟ أنا عسكري. عسكري بتحركيه في جيش الشطرنج اللي انت بتلعبي بيه. ولا واحد فيكم من كل اللي قاعدين دول بني ادم. كلكم مش بني ادمين. وانا اللي بيجري في عراكم ده دم. انتوا عارفين انتوا ايه؟ انتوا مكن. مكن وبس. مكن عمال بيعد ويكوش في فلوس. اكبر هم في كل واحد فيكم انه يحوش اكبر قدر ممكن من بير فلوس حكيمه. حتى انت يا خالي. حتى انت عارف كويس قوي ازاي ترصهم تحت رجليك بالقطاره اللي عمال بتقطر بيها في بق كل واحد فيهم. وفي بقك انت كمان يا ياسين. وفي بق انا كمان يا خالو. ماشي بس انا الوحيد اللي بمقابل. انا الوحيد اللي بمقابل ومقابل محترم قوي. واعتقد انت عارف كويس قوي انا بتكلم على ايه. لما انت بتحس قوي كده يا اخويا ليه ما بتحسش بغيرك؟ ليه ما حسيتش بامك؟ أمك اللي طول عمرها عايشة وفاهمة إن ابن طيع بيقول لها حاضر وتحت أمرك وسمعا وطاعة وفي الآخر تكتشف إنه كان مخبي عليها كل حاجة في حياته. ليه ما حسيتش بيها لما بعد 30 سنة اكتشفت إنك أنت كذاب وظالم؟ كنت مصمم إنك أنت تحرمها من أحلى شعور ممكن أم تحس بيه لما تشوف ابنها متجوز ولما تشوف مراته حامل ولما تنتظر وتقلق على المولود لما يجي عشان تبقى جد. انا مش مكنت عندي فلوس زي ما انت قلت. انا امك. عارف لو كنت وقفت قدامي واجهتني وقلت يا امي انا مش هنفذ اي امر من اوامرك قلبي ما كانش هيطوعني ابدا ان اذيك او اقتلك. ما انا خفت يا امي. خفت زي ما كنت طول عمري بخاف منك. عشان انت جبان. جبان. ومين اللي خلاني جبان؟ مش انت؟ مش تربيتك؟ المستر عايز منك حاجة يا حمش؟ امسك يا مستر. ما بحشش بقولك. اصلي انا بنفذ الاوامر اهو. ما كلمش المستر عشان ساعتك امرت ما كلمش المستر. وانت اوامرك سيف على رقبتنا من يوم ما اتولدنا. والله مقدر قوي انك تعبتي وشقيتي وتمرمطتي لحد لما طلعتينا دكاتره قد الدنيا. فطبيعي جدا ان اي كلام يتقال يبقى اوامر. ما دام امرت ان اشتغل في المصنع يبقى اشتغل في المصنع. ما دام امرت ان اتجوز يبقى احط صارمه في بقي واتجوز حتى لو ما كنتش عايز. ما تخافيش عليه اهي حلوه وزي البقر ما جرالهاش حاجه. بس انا اللي جرالي. انا اللي ما ضحكتش مره من قلبي من يوم ما اتجوزت. بس احنا مالناش حق اننا نختار. لا انا ولا بسمه ولا اي حد ليه حق انه يختار بعد ما انت اخترتي. عشان انت المخ واحنا العضلات صح. يبقى طلقني دلوقتي يا حمدي. تقولي يا بت انت. هو بيتكلم صح. انا ما شفتش ولا لحظه حلوه من يوم فرحنا. طلعني يا حمدي عشان نفرح.
انا هبلع 30 صرمة عشان يبقى عداني العيب. وروح اعمل ما بدالك، عايز تطلق طلق، خلي قلبك يفرح قوي. انت بتعملي ايه؟ مصدعه ودايخه، هروح اجيب حمزه عشان نروح. ليش ضمني انا بقى مطمن عليها؟ لا يعني ايه مش فاهم. ابنك كان هيغرق عشان انت ما كنتيش مركزه معايا يا يمنى، مش ده اللي حصل؟ يعني ايه؟ قصدك تقول ان انا ام مهمله؟ حمزه كان هيغرق وكان المفروض عينك عليه، ده ما حصلش. كنتيش حاطه عينك عليه يا يمنى غير الجميله اللي شايلتيها لي مع المدام دي. انا ام مهمله يا حاتم؟ لعلمك بقى انا مفيش ام في الدنيا بتهتم بابنها قدي، عشان تبقى فاهم. بأماره ايه؟ بأماره ايه يا يمنى؟ الشغل اللي انت فيه طول اليوم ولا الجوازه اللي رايحه تتجوزيها لي؟ ابنك اللي مفيش ام تهتم بابنها زي ما انت بتهتم بيه، شاغل وقت قد ايه من حياتك من اساسه؟ شاغل حياتي كلها. لعلمك انا ابني لو مش مرتاح ومبسوط انا عمري ما هبقى مبسوطه. وبعدين ثانية واحدة، مين اللي بيتكلم يعني؟ ده أنت بتشوفه ساعتين كل كام يوم. أنت مين شاغل وقت قد إيه من حياتك غير نفسك؟ أنت ما بتحبش أي حد في الدنيا غير نفسك، حتى ابنك ده أنت بتحب فيه مشاعر الأبوة اللي بتحسسك بنفسك أكتر. عندك حق يا رشا، إيه البيت اللي أنت عايشة فيه ده يا بنتي؟ ده مصحة نفسية، عنبر الخاطرين. على فكرة انتوا مفيش اي حد فيكوا كده يقعد اتنينات مع بعض، انتوا تاكلوا في بعض، تنهشوا في لحم بعض، تقطعوا مصارين بعض. عن اذنكم. دلوقتي يا شربان انا ما بهرجش، انا عاوز امشي. لولا ملاخ دراعي، ايه الزربونه دي يا صراصير؟ انا عمري ما شفتك كده. ها؟ عاوزه ايه مني تاني يا شربات؟ روايه جديده هتألفيها عليا تاني؟ انا كنت حاسس ان الواد مش متجوز البنت. كنت حاسس؟ لا، كنت متأكد إن ما اتجوزهاش. كنت بتلكك، بضحك على روحي، بصدق نفسي إن هو اتجوزها بعد آخرة ربايتي فيها. وبعد العمر ده كله أختي تمشي مشي البنات البطال. كنت بغصب نفسي
عشان تصدق كذبتك اللي انت دخلت بيها عليا. ما انا ما كنتش اقدر استحمل ان اختي بتكذب عليا. كان ممكن تكسر وسطي. تكسر وسطك ده ايه يا اخويا؟ ده انت عامل زي الطور الزراعي. ده انت ظهرك امتن من عمود خرسان. وبعدين ايه بقى الفيلم الهندي بتاع باتشام ده هوت الغميق اللي انت داخلي بيه؟ جاي بعد الهنا بسنه بتقول الكلام ده؟ العيال متجوزين بعض وعلى ذمه بعض قدام ام تلاقي لها الا الله. وبعدين بكره يخلفوا لنا صبيان وبنات ويعيشوا في تبات ونبات. انت مقهور، دي دموع سنين دي. الله، هو في ايه ده؟ انت معافق بقى؟ ده انا شربات لوز هتخبي عليا يا محمد. وحشتيني، وحشتيني قوي يا شربات لوز. يا بنت انت ملعوب في نفوخك. تصدقي بالله انا ساعات بحس اني متضايق وروحي هتطلع من صدري من كتر اشتياقي ليك. يبقى المأذون اللي هيطلق اختك يطلقني يا محمد. بس يا وليه يا خرفانه انت، انا ناقصاكي. فين الحمام؟ عايزه ارجع. لا لا مش هنا. بقول لك ايه؟ اوعي تعملي هنا. بقول لك ايه؟ ده تمن السجاده، تمن زيت الفايت كل. أسمى، لا بسمة رد بقى ورحمة أمك. طب طب عليا النعمة أنا هبقى. بصي أنت بنفسك هتشوفي أنا هبقى عامل إزاي. رد بقى. ده بنت، ما أنت عارفين أنا بقعد أهزي وأقول أي كلام بس ما بيبقاش له علاقة باللي جوايا. بعدين أديكي شفتي أهو أختي بنت أمي وأبويا أنا قلت لها إيه. وانت عارفه ان الشربات دي اغلى، انت عارفه ان الشربات في غلاوتك عندي بالظبط. ردي بقى ورحمه امك. بعدين المستر سيف ابن المؤذيه اداني نفسين مش عارف ليه، عملوا لي دماغ ميه صطفه مضروبه بقى. روحي زعلي من التاجر، ما تزعليش مني انا. يا بسمه ردي بقى ورحمه امك. بس يا حبيبتي يا مراتي، سماح بقى ورحمة أمك. بسمة يا بسمة ردي بقى. بسمة 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 ايه يا حمدي؟ احنا داخلين من على البوابه اهو. انتوا في الدور الكام؟ طب صناديق الايفاق؟ طب يا اخويا بسرعه يا فؤاد، لحسن لو حد شاف ان انا عملت مناخيري هتبقى فضيحه في الجرايد. ده على اساس ان انت ام كلثوم يعني؟ يا بنتي ده انا ساعات ما بعرفكيش اصلا. يلا you
ايوه يا غالي، ايوه انا مش هغيب عليك يا اخوي، هطمن على البيت واجي على طول. حاضر، كتر خيرك، مع السلامة. انتوا هم اللي بتضحكوا لوحدكم كده؟ طب ضحكوني. دول ايه اللي لمهم على بعض دول؟ يمكن كل واحد كان جاي لوحده بالصدفه، مشوا جنب بعض. ايه اللي جايبهم المستشفى؟ لان مين؟ وكان ناوي يقف يسلم عليا، ورجع في كلامه في اخر لحظه لما شافها مشي. شفتي وش اصفر ازاي وما شافتني؟ هو خد باله ان عملت عمليه في مناخيري؟ بابا أنا آسفة. علي يا رشا، أنا اللي آسف. أنا آسف جدا، أنا في منتهى الأسف. آسف آسف آسف. I'm sorry. I'm really sorry. أنا آسف آسف آسف. جنوبك سواق دي كانت هتروح فيها؟ عاوز اشوفها. تشوف مين؟ خلاص دخلنا العنايه. عنايا ليه يا اختي للدرجه دي؟ دكتور طمنا، الله يسترك. انت لو كنت اتاخرت 10 دقايق كمان ما كناش قدرنا نعمل لها اي حاجه، بس الحمد لله لحقناها وجبناها ان شاء الله. طب والجنين نزل؟ طبعا يا اختي نزل. ليه؟ هقتلك يا حمدي، هقتلك هقتلك هقتلك. يا مروي انت ولا ايه؟ عليك يا صلح النبي يا محمد. معلش تعالى معايا، تعالى معايا معلش. عشان كده رحتي معاها المستشفى؟ انا بقول ايه اللي وداكي؟ ما كنتش شايفه حد فيهم خالص، كأن انا اللي كنت جوه بالظبط. الموضوع كله بيتعاد بس انا شايفاه من بره. ليه بتعملي كده في نفسك؟ عشان انا عامل عليكم كلكم ان انا عديت الازمه، بس انا لسه مجروحه قوي. عم النزيف لسه ما بطلش والجرح بيوجع قوي. طب ليه كاتمه كل ده جواكي يا ناديه؟ ليه ما بتكلمنيش؟ طب بلاش انا اكلمي رشا. معرفش، بس ساعات بحس ان انا مش هعرف اعدي كل ده لوحدي. خلاص بقى، عشان انا كمان هعيط. لا يا عم لا، تعيط. هو انا اناني حقيقي؟ هو انا اناني ولا يمنى بتتهمني بالباطل عشان ما تغلطش نفسها؟ لا يا حبيبي انت اناني بجد. يعني انا جايه بكلمك موضوع يخصني انا، وانت فجأة بتيجي تتكلم على نفسك. انت فعلا اناني. صح، هي دي الانانيه. انا اسف.
انا شفت فؤاد هريدي النهارده في المستشفى. بجد؟ ايه كان بواسيره تعبانه ولا ايه؟ يمكن ده هو اللي قلب على المواجع. كان داخل هو والسنكوحه وانا داخله مع السناكيح اخوات مرات ابويا. اسكت. مش طلع ان السنكوح اخو مدام رودري كان بيحب السنكوحه مرات فؤاد؟ لا حقيقي؟ ويومنا بقى متبنيه فنيا وهي اللي بتصمم لهم الرقصه بتاع الفيديو كليب الجديد بتاعها. لا مش فاهم، يومنا بتصمم كليب لمين؟ السنكوح والسنكوحه. فعلا الدنيا قد خرم الابره. قد خرم الابره؟ جبتيها منين دي؟ مدام رودري. اه لا خفي القعده معاها بليز يا نادية لو سمحت، عشان انت بتلقطي كده. دي الست دي طلعت حكايه. دي بدريه بتقعد تحكي لي عنها حاجات. دي ولا كارمن؟ كارمن ازاي؟ انا عمري في حياتي ما شفت الصناديل يعمل كده. ده كان هيفطس الولا حمدي، ده احنا حشناه بالعافيه. والله العظيم ما كنت عارفه اعمل ايه. مرات احس ان انا عايزه اقلع اللي في رجلي وانسل ونسير نسير على نافوخه، بس ابص في عينيه بيصعب عليا، بشوف الهم في عينيه والدمعتين مشلولين جوه حباب عينيه. احس ان انا عايزه اخده في حضني وحابي عليه. حمدي ده عامل متشيطن، لكن والله العظيم ده اغلب من الغرب. انت زعلت مني يا اخويا ان انا رحت مع بسمة المستشفى وسبتك لوحدك؟ انا ما صدقت انها نامت واطمنت عليها واطمنت ان الصناديل بعد عن حمدي وجيت لك جري. انت زعلان مني يا اخويا؟ انا مش زعلان منك انت يا شوشيت. انت الوحيده اللي في البيت ده اللي مش ممكن ازعل منها ابدا.